السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب اهلا بكم جميعا، معلش اسف على التاخير شويه، يعني بيزي داي. طيب مهم جدا موضوع الهيد اند نيك النهارده ان احنا نبدا فيه. طبعا الهيد اند نيك ده بيشمل مجموعه حاجات كتيره قوي، خلاص. فطبعا الهيد لوحده يعني ده جزء كده يعني هنتكلم عنه، وبعد كده النيك في اجزاء عباره عن ايه. لو بدأنا بالهيد، في عندنا المنطقة بتاعت النوز والبارانيزال ساينسز، في عندنا الأورال كافيتي كله. طبعا الأورال كافيتي ده أصلا يعني سبيشاليتي لوحده، خلاص. يعني الأورال كافيتي ناس كتير جدا بتاخده تبع الدنتال باثولوجي، خلاص. في عندنا الأسنان، وفي عندنا الجم ديزيزز، وفي عندنا التانج، وفي عندنا الاوروفارينكس. دي كلها حاجات لوحدها بتعتبر تخصص لوحدها، خلاص. ما ننساش كمان السكين بتاع الهيد اند نيك، يعني حتى ايفن الليب دي بتعتبر فيها 3 اجزاء. فيها جزء خارجي خالص اللي هو من الخارج، ده بنعتبره تبع السكين. في جزء اسمه الفيرميليون اللي هو الجزء الاحمر، وفي جزء اللي هو الشفة نفسها، وفي جزء الداخلي خالص ده تبع الأورال كافيتي، خلاص. فالليب نفسها حتى فيها تقسيمة بالنسبة للتيومرز أو الليجنز اللي بتطلع. فيبقى عندنا النوز والبارانيزال ساينسز، في عندنا الأورال كافيتي، والأورال كافيتي متصل بيه السليبري جلاندز. طبعا في عندنا ماينور سليبري جلاندز، في عندنا ميجور سليبري جلاندز، والميجور في عندنا 3 اللي هم الصب لينجوال والصب مانديبولار والباروتيد جلاند. ده كله بالاضافه الى كل الماينور سليفري جلاندز. والماينور سليفري جلاندز دي موجوده في الاورال كافيتي، موجوده في النيزوفارينكس، موجوده داخل النوز، خلاص. يعني الماينور سليفري جلاندز موجوده في الاماكن دي كلها. طيب بعد كده في عندنا طبعا الاي ما بناخدهاش في الهيد اند نيك، وانما هي لها جزء لوحده بنسميه اوفثالميك باثولوجي، خلاص. يبقى اللي اكسكلودد من كل الكلام ده هو الاي بس. طب نيجي بعد كده الاير ليجنز. الاير ليجنز كلها تبع الهيد اند نيك، خلاص. يعني ما ننساش ان احنا في عندنا حاجه اسمها تخصص انف واذن وحنجره. الانف واذن وحنجره ده جزء من الهيد اند نيك، يضاف اليه الاندوكراين باثولوجي. يبقى نخش بعد كده في النك. النك فيه عندنا في الثيرويد، في عندنا الباراثيرويد، وفي عندنا اللارينكس. واللارينكس طبعا اجزاء كتير، يعني في الجزء اللي فوق الفوكال كورد، والجزء اللي بتاع الفوكال كورد نفسه، والجزء اللي تحته. فعشان كده ده كله اللارينكس كلها على بعضها. طيب نيجي بعد كده الليمف نودز اللي موجوده في النك، لان احنا لما بنيجي نعمل نك دايسكشن طبعا ده بيتعمل مع السليفري جلاند تيومرز ومع الثايرويد تيومرز، فبنعمل كمان نك دايسكشن. طيب النك كمان فيه الفينز والارترز اللي موجوده فيه، وفيه النيرفز اللي موجوده فيه برضه، دي تبعنا. نيجي بعد كده لكل السيستس اللي بتطلع في النك، خلاص. في عندنا سيستس كتير قوي بتطلع في النك، دي كلها تبع النك. يبقى عندنا الهيد اند نيك باثولوجي. طيب النك كمان فيه لينف نودز، كل الليمفوماز سواء كانت ليمفوماز او لوكيمياز او ايفن الليمف نود باثولوجي، يعني حاجات زي التوكسوبلازموزز، الحاجات دي كلها بتيجي برضه في النك لينف نودز. يبقى الحقيقه الهيد اند نيك ده مليان حاجات كتير قوي، عشان كده هو يعتبر تخصص لوحده. في ناس كتيره جدا يعني بتغرق فيه، لأنه هو مليان حاجات. لو بصيت حتى على كتب الهيد اند نيك باثولوجي تلاقيها كتيرة كبيرة، يعني أحجام كبيرة مش حاجات صغيرة. ليه؟ لأن إحنا بنتكلم على مالتيبل أورجانز موجودين. يعني الثيرويد باثولوجي ده لوحده ده عالم تاني، وكل الكلام اللي فات ده كله في منه سيتولوجي. يعني كل حته من اللي احنا قلناها دي ممكن يطلع منها ايه؟ سيتولوجي. كمان نيجي ما ننساش ان الاورال كافيتي فيه كل الاودونتوجينيك سيستس، الحاجات السيست اللي بتطلع عليها ريليشن شيب للتيث او الجم، دي كلها برضو تابعه لايه الكلام ده كله. ف
لازم نوسع دماغنا شويه لما نيجي نتفرج على الهيدا منك او نشوف الحاجات اللي فيه، لان هو مالتيبل سيستمز، وانا هوضح لكم دلوقتي ايه المقصود بالمالتيبل سيستمز الموجوده دي. الحاجه الثانيه انه الهيدا منك فيه اورجانز كتيره لها سبيشال دايسكشن، يعني مثلا التانج له سبيشال دايسكشن، لو جينا مثلا المجزله لو اتشلت لوحدها لها سبيشال دايسكشن، اللارينكس دي كتير جدا الناس ما بيعرفوش ازاي يتعاملوا مع اللارينجيال ليجنز، ما ننساش الفوكال كورد ليجنز طبعا دي تبع اللارينكس برضه. خلاص يبقى دي كلها حاجات ايه. طيب كل ده قلناه، ما ذكرناش السوفت تيشو ليجنز والبون ليجنز اللي بتطلع في المنطقه دي، ما اتكلمناش على الحاجات اللي ممكن تيجي من البرين وتنزل تحت، او الحاجات اللي لها علاقه بالروف بتاع الاورال كافيتي والنيزل كافيتي زي البيتويتري جلاند، دي كلها ممكن تبقى encroaching upon، يعني مثلا ممكن يجي لك كرينيو فرينجيوما، دي تيومر بيطلع من البيتويتري جلاند من تحت، ممكن يعمل انفلتريشن للماجزيلاري ساينسز والاثمويدال ساينسز. خلاص طيب يبقى طيب، هل في حاجه مهمه في الكلام ده كله اضافيه؟ اه الاناتومي مهم جدا، نعرف الاناتومي بتاع الهيدن، يعني نعرف ان في عندنا في 6 ساينسز موجوده، في عندنا اثمويدال وفرونتال وفي ماكسيلاري، لازم نعرف الروف بتاع كل واحد من دول وايه الريليشن شيب بتاعتهم. خلاص طيب في عندنا نيرفز مشهوره الاولفاكتوري نيرف، ده مهم جدا بيعدي في النوز ويطلع منه تيومرز، خلاص اولفاكتوري نيوروبلاستوما دي من الحاجات المشهوره قوي. خلاص في حاجات كمان بدأ يظهر فيها مولكولار ستاديز، وبدأ يظهر فيه سب تايبز كتيره، سبيشالي في الساينونيزال اندفرنشيتد كارسينوما ومشتقاتها، الحاجات دي كلها فيها كلام. في حاجات تم اعاده تسميتها زي الميد لاين ليثال جرانيلوما، دي خلاص اختفت وبقى في عندنا اسماء اخرى، الحاجات دي كلها بدات تتغير كلها، خلاص بدا في تغيير، بدا يحصل انه نعرف انه ناتشرال كيلر سيل ليمفوما بتيجي في الميد لاين، ميد لاين في المنطقه دي كلها، وممكن تعمل ايروجن وديستراكشن. خلاص طيب عشان نبدا نعرف بقى كمان اكتر، هنوريكم بعض الحاجات كده، نعمل شير سكرين. طيب يعني مثلا من الحاجات المهمه جدا ان احنا نبص عليها لما تيجي تبص على الكانسر داتا سيت اند تيشو باثويز في الرويال كوليدج اوف باثولوجيستس، طبعا دي من الحاجات الموقع ده لازم تخش عليه، سواء ان انت بقى داخل دكتوراه او ماجستير او داخل اف ار سي باث، لازم تعرف الحاجات المهمه لان هنا حاجات استابلشت يعني. فعندك الكانسر داتا سيت اند تيشو باثويز، لو بصيت هنا هتلاقي فيه عندك بعض التيومرز، لكن هتلاقي فيه هيد اند نيك لوحده، خلاص تبدا انك متقسم، هو عندك الاورال كافيتي، عندك الفارينكس طبعا نيزو فارينكس واورو فارينكس، وعندك النودال اكسيجنز والنيك دايسكشن، عندك اللارينكس نيزال كافيتيز اند بارانيزال ساينسز سليبري جلاندز. خلاص طبعا احنا بنضيف بقى الهيد اند نيك ده، بنضيف عليه نيورو اندوكراينز، نيورو اندوكراينز زي مين اهو، بنضيف عليه الكلام ده اللي يخصنا في الهيد اند نيك هو الباراثيرويد والثيرويد، دول كمان بنضيفهم على الهيد اند نيك باثولوجي، عشان كده ناخد بالنا ان لما نتكلم على هيد اند نيك بنضيف عليه كلمه هاند نيك، هيد اند نيك اند نيورو اندوكراين اللي خاصه بالنيك اللي هم الثيرويد والباراثيرويد. تيجي تبص تلاقي ان في عندك سيستمز كتير قوي موجوده الحقيقه في الايه؟ في الهيد اند نيك، عشان كده محتاجين ان احنا نفهم الكلام ده بالتفصيل. الحاجه الثانيه انه الهيد اند نيك من الحاجات اللي ما بتاخدش حقها في التريننج، يعني كتير جدا ما بياخدوش الكلام ده ان ديتيلز، او اذا ما مرش على سب سبيشاليتيز ما بيعرفش الكلام ده. طيب ايه تاني عايزين نعرفه؟ عايزين نعرف اللي هو السمري بتاع الهيد اند نيك ستيجنج، انا كنت بقولكم قبل كده، ده يعني موسع شويه لكن هو نفس الكلام اللي موجود في الجدول الصغير، خلاص اللي انا مديهولكم بتاع تي ان ام ستيجنج. فالستيجنج او التي ان ام طبعا ده 7th اديشن، 8th اديشن قريب منه شويه، يعني طبعا ده مدي بعض
الديتيلز زي مثلا مهم قوي في الستيجنج اوف هيد اند نيك تيومر السايز اوف ليمف نود، يعني مش بس السايز بتاع التيومر، السايز اوف ليمف نود والبايلاتراليتي خلاص، يعني هل هو ابسي لاترال ولا اون ذا اذر سايد، ابسي لاترال او كونترا لاترال او بايلاترال. ده بيفرق كتير جدا في الستيجنج، اللي بيفرق في النودال ستيج، اللي بيفرق كان في النودال ستيج. طبعا في النودال ستيج مش يهمنا حجم الليمف نود، يهمنا حجم الميتاستاسيز ان ذا ليمف نود. طب هل الكلام ده اقدر اشوفه تحت الميكروسكوب؟ لا، الكلام ده كله ماكروسكوبيك، يعني ما حدش يجي يقول لي ده انا هعمل ميجرمنت تحت الميكروسكوب، صعب جدا. طيب لان انت في الاغلب بتعمل ايه، دايسكشن للليمف نود في الشورت اكسس او بيربنديكولار على اللونج اكسس، يعني فما بيجيلكش السايز ماكسيمم سايز. فده كلها حاجات بتعرفها بالنكد اي. خلاص، مهم جدا السايز اوف ذا ديبوزيت ان ذا ليمف نود، مش السايز بس اوف ليمف نود. واذا كان في اكسترا كابسولار انفيجن او اكستنشن، دلوقتي خلاص بيسموه اكسترا كابسولار ايه اكستنشن، ده نفسه بيعلي النودال ستيج. ما اتكلمناش عنه في، ما هوش اهميه في البريست، ما هوش اهميه في الكولون، وانما له اهميه في الهيد اند نيك. خلاص، طيب مهم جدا تعرف الليفلز اوف ليمف نودز. في عندنا ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3. طب ايه من دولت اللي بيجي لك في النيك دايسكشن؟ بيجي لك من ليفل 2 تو 6 او ليفل 2 تو 5. ال 6 ده اللي هو بيبقى في الميد لاين، فطبعا ده بيجي لوحده. فاذا جالك نيك دايسكشن فانت ما بتعرفش بالظبط، هو طبعا ليفل 1 ده ما بيجيش لانه بيبقى موجود جوه السليبري جلاند. خلاص، فاللي بيجي لك من اول ليفل 2 ابر جاجولار ميد ولور. طب هل انت تقدر تفرق بينهم؟ لا، ما تقدرش تفرق، وانما انت بتقسم العينه لما بتجي لك كده من تعرف فين السوبيريور بتاعها والانفيريور، وتقسمها الى ثلاث تكلات، يبقى السوبيريور هيبقى ليفل 2 والميدل هيبقى ليفل 3 والانفيريور ليفل 4. خلاص، الليفل 5 بقى لورا شويه بوستيريور، فاذا كان جاي ومتعلم فبتقدر تعرف، لكن انت بتعرف ليفل 2 ليفل 3 ليفل 4 بانك بتقسم ثلاث تلات. الليفل 5 ده ورا شويه، الليفل 6 ده انتيريور فبيجي لوحده. خلاص، يعني هو الميد لاين ده اسمه ليفل 6. خلاص، يبقى كده اي ادي الليفلز عامه. طبعا ليفل 7 ده انت ما بتشوفوش لانه ابر ميدياستاينال، فمحدش بيجيب الابر ميدياستاينال. زي ما قلنا الليفل 6 ده انتيريور، خلاص ليفل 5 ده ورا بوستيريور ترانجل، يبقى انت عندك ليفل 2 3 4 دولت اللي انت بتقدر تعرفهم، اللي هم ماشيين على الجيجلر فين وقريب من الاسترنو ماستويد مصر. خلاص، ساعات بيجي معاه مصر، يعني ساعات يجيب لك الايه الليفلز ومعاهم المصر، ساعات يجيب لك الليفلز ومعاهم الجيجلر فين. خلاص، او يجيب لك النيك ده ومعاه الجيجلر فين، ساعات يجي الكلام ده، وساعات طبعا مش مهم قوي الجيجلر فين بالنسبه لك، الاكسترنال جيجلر ده مش مهم. طيب نيجي بعد كده للتقسيمه بقى حسب الستيج، يعني عندك الليب والاورال كافيتي والاوروفارينكس والهايبوفارينكس، دول مع بعض. خلاص، المهم فيهم السايز بتاع التيومر زي ما احنا شايفين، وده نفس التقسيمه بتاعت السكوماس كارسينوما اوف ذا سكن، سايز 2 و2 ل 4 واكثر من 4. الفرق بعد كده في 4 بقى اللي هو تي 4. خلاص، حسب المكان بيفرق الـ depth of invasion. وطبعا T4 عامة في أي tumor هي الـ extent of maximum extension داخل locally، يعني الـ local extension. خلاص، قلنا الكلام ده، قلنا إن الـ lip لها 3 compartments، الـ vermilion اللي هو الخط، والهير بيرنج اريا اللي هي انتيريور والانر، دول كلهم كل واحد فيهم بيتحط في حته لوحده في الستيجنج. يعني الفيرميليون هيبقى تحت الليب، لما تيجي تشوف الليب عندك هنا اهي، ادي الستيج بتاعتها. خلاص، اما الهير بيرنج اريا اللي هي بره مع السكن العادي خالص سكن كانسر، اما الانر دي مع الاورال كافيتي. خلاص، فيبقى الليب حتى لها ثلاث اجزاء، كل جزء ايه له ستيجنج لوحده. الميكوزا الميلانوما اللي هي برايمري ميلانوما اوف ذا ميوكاس ميمبرين، طبعا دي ممكن تيجي في الاورال كافيتي، ممكن تيجي في الانال كانال، ممكن تيجي في الفاجينا، دي كلهم ثلاث فتحات، اي فتحات على السكن
بتبقى لاين باي ميكوزا بنسميها ميكوزا الميلانوما. طبعا دي من أسوأ انواع الميلانوما، دليل السوق بتاعها ان ما فيش فيها ستيج تي 1 او تي 2، اول ستيج لها تي 3 على طول، يعني مجرد انك تشوف التيومر اصلا هو كده تي 3 باي ديفينيشن، يعني شفته في الابيثيليوم او سب ميكوزا انت على طول تي 3 بس. ولذلك دي من الحاجات اللي فيها استثناءات، ساعات يسألك في الستيجنج ايه هو التيومرز اللي ما فيش فيها تي 1 ولا تي 2، هي الميكوزا الميلانوم. طب ايه التيومر ما فيش فيها لا تي 1 ولا تي 2 ولا تي 3، هتبقى ايه؟ لامين اه لامين اللامين تي تي اي اس باي ديفينيشن، اللامين تي اي اس لو هي داخل الميكوزا تي اي اس يعني لوكال خلاص، لو عملت انفجار لبره بيربريتد لبره حتى لو ما فيش فيه ايبيثيليوم بتبقى تي 4 على طول مره واحده بس. لكن لا، اللي ملهاش تي 1 ولا تي 2 ولا تي 3 هي الانابلاستيك ثايرويد كارسينوم، ملهاش لا تي 1 ولا 2 ولا 3، على طول تي 4 خلاص. طب ايه اللي ملهاش تي 1؟ اللي ملهاش تي 1 خالص، ها، بروستيت كانسر. بروستيت كانسر ملهاش تي 1، لما تجيب بروستاتيك جلاند كده وشطها على بعضها مفيش فيها تي 1، تبدأ من تي 2 على طول. ليه؟ لان تي 1 هي الكور بايوبسي او التي يو ار بي، تي ار بي، لو التي ار بي فيها تيومر فبتتقسم خلاص على حسب 5% او اقل من 5% او اكتر من 5% خلاص. لو في الكور بايوبسي تبقى تي 1 سي على طول خلاص، يبقى انت ما عندكش تي 1 في البروستات كانسر خلاص. دي بعض الاسئله كده اللي المفروض نعرفها. طبعا الكلام ده انا كاتبه في بدايه الانترودكشن، المفروض تعرفوه. ادي يعني ايه كلمه ابسي وكونترالاترال وميد لاين نودز بيعتبروا ابسي لاترال، يعني ايه سينكرونس، وامتى تتكلم لو كان في مالتيبل تيومرز تكتبها ازاي في التي ان ام، الكلام ده مكتوب خلاص. كلمه واي بتتكتب لما يكون في previous treatment واي بي تي خلاص. هنا مثلا اهوت ان 1 الى اخره، مفيش تي 1 وتي 2 في الميكوزا ميلانوما، مفيش تي 1 ولا 3 ولا 2 ولا 3 في الانابلاستيك كارسينوما، مفيش تي 1 في الراديكال بروستاتيكتومي. الكلام ده انا كاتبه يا جماعه في البدايه، المفروض كلنا نعرفه ونحفظه يعني. طيب مفيش حاجه اسمها ام اكس خلاص، ما عادش في ام اكس. الكلام ده كله مكتوب خلاص، يعني المفروض نبقى عارفين معنى R1 و R2 إلى آخره خلاص. طيب هنخش بقى على اللي هنتكلم عنه دلوقتي، أدي إيه؟ ميكوزا الميلانوما، بعد كده التيومرز أوف نيزال كافيتي، نيزال كافيتي والبارانيزال ساينسز. الدكتور ما قال لي حضرتك اتفضلي. ليه ما فيش ام اكس؟ ما هو احنا انا مش بعرف الميتاسيس لو انا مش عندي الداتا، فانا بكتبها كأن انا مش عارفه الداتا، فمش عارفه اقول لك في ديستانت ولا لا. يا ليه تكتبهاش دلوقتي ما بقى؟ ام اكس عشان ما تكتبهاش خالص، يعني نو اه ام اكس يعني نو نوثينج، دونت رايت ام، اوكي تكتبها تمام. ليه؟ ما انت ام اكس، اصل ايه فايده انك تكتب ام اكس؟ عندك يا ما عندكش، يا ام 0 يا ام 1، ما عندكش، ما فيش حاجه اسمها ام اكس خلاص. تمام يا يعني دكتور. هي القصه ان انا ما اكتبهاش اصلا، يعني عشان لخبط الدنيا ليه يعني خلاص. اذا عندي داتا اقول ام 0، ما عنديش داتا او في فعلا اذر سايد اوف انفولفمنت اقول ام 1، خلص الموضوع خلاص. دي القصه، يعني هو القصد من شيل ام اكس ان ما يحصلش كلام يتكتب ملوش لازمه. طب يعني انا اكتب ام اكس، ام اكس يعني انا مش عارف، طب انا اكتبها ليه اصلا؟ تمام. طيب في حد بيسال سؤال، واي انا بلاستيك ثيرويد كارسينوما تي 4 باي ديفينيشن؟ لانها فيري اجريسيف تيومر، فيري اجريسيف تيومر، يعني هي اصلا اول ما تكتشفها وتقول انها انا بلاستيك كارسينوما، العيان ده بالظبط حرفيا بيكون مخنوق. يعني ايه مخنوق؟ يعني التيومر حتى من ضمن الحاجات اللي بتقفل النيك فاشيا، يعني تلاقي التيومر دخل في النيك فاشيا خلاص. تعمل بقى راديشن ما تعملش، هي اصلا عامله انفلتريشن بالفعل اوريدي خلاص. فكونك شخصت انا بلاستيك ثايرويد كارسينوما ده معناها ان انت يعني خلاص يعني تمام. زي مثلا ليه ما فيش اكسجن في السمول سيل كارسينوما؟ عمرك سمعت عن اكسجن؟ عمرك سمعت عن ان السمول سيل كارسينوما اتعمل لها اكسجن اوف ذا لونج؟ ما ينفعش، هي بتبقى بايوبسي بس
بيوبسي او اوتوبسي، لكن عمرك ما تسمع عن اكسجين، عمرك ما تسمع عن اكسجين في اللونج في واحد عنده سمول سيترس. امال ليه؟ لان وانس دايجنوزد هي از كونترا انديكيتد فور سيرجري خلص. امال تعمل ايه؟ راديشن كيموثيرابي ويكتب وسيط خلاص. يعني هو الماكسيمم اكتر واحد عاش بعد ما تشخص سمول سيل كارسينوما كان 6 شهور. يعني هي بتعتبر ديث بينالتي، يعني ما كتب سمول سيل كارسينوما اوف ذا لونج فانت بتقول للعيان ده اتفضل اكتب الوصيه بتاعتك، نو سيرجري كونترا انديكيتد. لو انت فتحته ايه اللي بيحصل؟ لو انت فتحت العيان ده بتعمل مور سبريد اوف ذا تيومر اند يو ويل نيفر اكسايز ات كومبليتلي. فيبقى هنا اذا واحد تجرأ وعمل فروزن سيكشن وهو بيفتح واتقال له سمول سيل كارسينوما بيقوم قافل تاني immediate خلاص ماشي. لكن انت ما بتشوفش تريتمنت اوف بس نوت سيرجيكال بات كيموثيرابي اولموست. احنا قلنا دي حاجات تيومرز اجريسيف تيومرز، يعني انا بلاستيك ثيرويد كارسينوما البروجنوز بتاعها فيري باد خلاص. بس انا بلاستيك مينلي بتبقى لوكال انفيجن، فهي وانس ان انت عملت دايجنوزز اصلا بتبقى النيك فاشيا اوريدي ديسترويد واخد بالك وفيكسد ان بليس. العيان ده ما بيقدرش اصلا يتكلم، وفي الاغلب ان هم بيعملوا له تراكيوستومي على طول immediate خلاص. انت هنا بتعمل كيمو اوريدي ثيرابي عشان بس تو ستوب ذا بروجريشن اوف ذا تيومر، ما فيش حاجه ثانيه اكتر من كده خلاص. لكن ما هوش كل اي حاجه بتعملها بعد كده تبقى باليتيف خلاص. السمول سيل كارسينوما زي ما احنا قلنا هي ديث بينالتي اول ما ياخد الدايجنوزز. وانت اذا شفت واحد كتير قوي، بتلاقي واحد كتير يمكن تسمعه يقول لك الممثل الفلاني الفلاني جاله لونج كانسر وعلى طول بيموت. ليه؟ لانه بياخد كيمو ريدي ثيرابي وخلاص. بس في ناس يمكن تسمع عن احد الممثلين جاله واتعمى وهو لان بيبقى معاه كمان بارانيوبلاستيك سندروم خلاص. السمول سيل كارسينوما يعني دي زي ما انا قلنا كده في بعض التيومرز معروفه بالاجريسيفنس، عشان كده احنا بنحدث ليه التي ان ام كل مره، لان بيجي لنا داتا. كل ما يجي لنا داتا في الريسيرش والبروجنوزز والسرفايفل نقوم نعدل الداتا خلاص. ده سبب التعديلات اللي بتحصل في التي ان ام. طيب بعد كده في عندنا النيزل كافيتي والبارانيزل ساينسز. هنا زي ما انتم شايفين نيزل كافيتي واثمويد ساينسز خلاص، ده حسب السب سايت، يعني خد ناحيه واحده ولا ناحيتين، خد اي اثمويدال ساينس ولا الى اخره خلاص. ماكسيلاري ساينس حسب، طبعا ده كبير كابيشيوس شويه. طبعا عارفين الاثمويد بيبقى ايه؟ ورا الفرونتال، الفرونتال هو في الناحيتين دول، الاسمويدال ورا عظم الايه النوز مباشره. اما الماجزيلاري فهم الناحيتين بتوع اللي حوالين النوز، ده طبعا منطقه كبيره شويه حسب مكان الانفلتريشن زي ما انتم شايفين كده. بعد كده في كل النيزل كافيتي وكل بقى اللي فات ده التي 4 بتاعته اهي، ادي قدامنا التي 4. طبعا التي 4 هو اجريسيف لوكال انفيجن، يعني اخر حاجه بقى في اللوكال انفيجن نوصل لغايه فين خلاص. يعني زي ما انتم شايفين مثلا تي 4 بي وصل لغايه البرين، يعني شوف لدرجه ايه خلاص. طيب نيجي لللارينكس. اللارينكس حسب المكان، يعني ايه؟ في عندنا الفوكال كورد هو اللاند لاين خلاص، فالفوكال كورد اسمه جلوتس. لو فوقه يبقى سوبرا جلوتس، لو تحته يبقى سب جلوتس. يبقى احنا في عندنا ايه؟ ثلاث انواع من اللارينجال تيومرز، واحد جلوتيك يعني على الفوكال كورد، واحد سوبرا جلوتيك يعني اباف واخد بقى البايريفورمز فصه والمناطق دي وفوق الفوكال كورد، او على الفوكال كورد نفسه يعني الايبي سنتر بتاعه، او تحت الفوكال كورد. طيب ايه احسنهم؟ يعني اسوأ، يعني احسن في البروجنوزز هو الجلوتيك اللي تيجي على الفوكال كورد. هي ايه ليه بقى؟ الفوكال كورد من الحاجات اللي مفيش فيها لينفاتكس، مفيش فيه لينفاتكس اصلا خلاص، عشان كده السبريد فيه قليل جدا تمام. السوبرا جلوتيك يليه والسب جلوتيك ده اسوأ. ليه السب جلوتيك؟ لانه بيرمي الليمف نود او الليمفاتيك سبريد بتاعه لتحت، فبيخش على الميديا ستاينا على طول خلاص. طيب
اللارينكس لما اشوف لارينجال تيومر وجاي في الجلوتس او في البوكال كورد اعرف ان ده سموكر، 99% سموكر، 1% نون سموكر، خلاص 99% ميل، 1% فيميل، مينلي ميل. طبعا بدأ يظهر دلوقتي انه يظهر في الفيميلز اكتر لانه بيدخنوا اكتر يعني. خلاص يبقى عندنا سوبرا جلوتيك سب سايت ونورمال موبيليتي، يعني ما وصلش للفوكال كورد، هنا سب سايت نورمال موبيليتي. بعد كده بقى تي 3 يبقى نزل للفوكال كورد، يبقى نزل ايه، عمل فيكسيشن للفوكال كورد او عمل ديب انفيجن. خلاص طيب جلوتيك زي ما احنا قلنا الفوكال كورد انفولفمنت بيكون هو البرايمري فيها، نورمال موبيليتي تي 1 اي 1 فوكال كورد او بوث فوكال كوردز الى اخره. خلاص بعد كده في عندنا سب جلوتيك حسب السايت، وفي برضه كورد فيكسيشن اذا طلع لفوق يبقى ده ايه، يبقى مور وورس انفيجن. السب السوبرا جلوتيك لما ينزل لتحت يعني يوصل للفوكال كورد يبقى اسوأ، السب جلوتيك لما يطلع لفوق ويوصل للفوكال كورد يبقى اسوأ. خلاص يبقى كده نعرف الايه السايت لكل اللارينكس طبعا متجمعه هنا تي 4A والتي 4B. سليفري جلاند بنعتمد على السايز برضو زي اعتمدنا على السايز في السكوما سيل كارسينوم، نفس الكلام يبقى اقل من 2 و2 ل 4 واكثر من 4، او انه يحصل اكسترا سليفري جلاند سبريد. بعد كده في عندك تي 4A وتي 4B برضو. بس طيب نيجي بقى الليمف نود، انا مجمع هنا كل الليمف نود بتاعت كل اللي فات اهو، ابسي لاترال سنجل يعني على ناحية واحدة وسنجل لينف نود وأقل من 3 سم، ده رقم واحد N1. طيب إبسي لاترال ناحية واحدة من 3 ل 6 سم، طبعا ده حجم الإيه ديبوزيت مش حجم اللينف نود سواء سنجل أو مالتيبل، بس ستيل إيه إبسي لاترال أو أي سايز سواء بقى يعني 1 سم أو كده، بس باي لاترال أو كونترا لاترال يعني الناحية التانية، يبقى التيومر الناحية دي واللينف نود على الناحية التانية. خلاص بعد كده في عندنا N3 بقى اي لينف نود حجمها اكتر من 6 سم، طبعا 6 سم ده حجم مهول يعني. خلاص بعد كده نيزوفارينكس، ده زي ما احنا شايفين نيزوفارينكس اوروفارينكس اور نيزال كافيتي، يبقى ده طبعا بس يكون التيومر طالع من نيزوفارينكس. خلاص طبعا نيزوفرينجال كارسينوما كان احنا كنا زمان نتكلم عنها نقول انها ايه، ايبشتاين بار فيروس ريليتد، وكاربنتر النجار اللي بيشم البتاع اللي هو المشوره بتاعت الخشب والكلام ده، كنا بنقول الكلام ده زمان. طبعا بدأ يظهر ان هو مور ريليتد لفيروسز. خلاص يبقى لو كان في النيزوفارينكس او اوروفارينكس او النيزال كافيتي، خلاص يعني موجود في المناطق دي، خلاص بس يكون نيزوفارينجال تيومر. خلاص نو بارافرنجال اكستنشن يعني ما وصلش للبارافرنجال ريسس الناحيتين بتوع البارافارينكس حوالين الفارينكس. خلاص بعد كده بارافرنجال اكستنشن، بعد كده ديب لوكال انفيجن وصل بقى للبون والاستراكشرز اوف ذا سكال. طبعا النيزوفرنجال كارسينوما دي من اسوأ انواع التيومرز لان السايت او اللوكيشن بتاعها سيء جدا. خلاص الليمف نودز مختلفه الى حد ما، بس زي ما احنا شايفين لها علاقه كبيره قوي بالسايز بتاعها. الثايرويد طبعا ده تقسيمه بتاعت زمان، اسف تقسيمه دلوقتي حاليا برضو البابيلاري والفوليكولار والميدلري، كان زمان بيقسموهم البابيلاري لوحده والفوليكولار لوحده، والايج يعني اقل من 40 واكتر من 40 كل واحد له، بس كان ده خلاص ما عادش مهم. عاد زي ما احنا شايفين كده بابيلاري وفوليكولار ميدلري هيرتل اي كارسينوما من دول حسب السايز بتاعه. ونيجي عند رقم 3، هل في بقى اكسترا ثيرودال اكستنشن ولا لا؟ طيب هنا بقى في حته مهمه، هل اكسترا ثيرودال اكستنشن ده مايكروسكوبيك ولا ماكروسكوبيك؟ لا ماكروسكوبيك. طب لو انا شفته مايكروسكوبيك مش محسوب، حاجه غريبه شويه صح؟ طب امال امتى يتحسب؟ لو هو كورليتد كلينيكالي، او لو انا زي ما انا قلت كده اتشاف ماكروسكوبيكالي. عشان كده احنا بنقعد نعيد ونزيد ونقول يا جماعه الماكروسكوبي الماكرو الجروس الجروس في منتهى الاهميه. الجروس لو انت في حاجات ما شفتهاش ما بتبقاش محسوبه في الاستيج، عشان كده زي دي مثلا زي الاكسترا ثايرويدال سبريد
او اكسترا ثيرودال اكستنشن. لو انت ما شفتوش باي نيكد اي مش محسوب في الاستيج. شفته تحت الميكروسكوب وشايف انه دخل في الفات وشايف انه دخل في المصل، ما تقدرش تقول ان هو تي 3. امال تقول ايه؟ انا شايف هذا الكلام، بليز كورليت كلينيكالي اند راديولوجيكالي بس. لكن انت ما تقدرش تقول تي 3 بيزد اون مايكروسكوبيك اكسترا ثيرودال اكستنشن. بس ايه تاني مهم في الجروس وحاجات برضو ما تتحسبش؟ لازم تشوف في الكدني. الكدني مهم جدا تحسب السايز، مهم جدا تشوف الساينس انفيجن، مهم جدا الحاجات دي. اي تي اي means disruption of thyroid capsule or means skeletal muscle invasion. Extra extension اي حاجه تخليك تطلع بره الثيرويد. ما انت بره الثيرويد في عندك فات وعندك مصل، عندك الاستراب مصل اللي هي بتبقى على الناحيتين دي، استراب اللي هي موجوده anteriorly، وانك تبقى في الفات او في البلاد فيزلز بره الكبسول. اكسترا ثيرويدال اكستنشن اذا شفت الكلام ده باي نيكد اي هو ده اللي محسوب. خلاص بعد كده تي 4 الى اخره زي ما انت شايف كده، وتي 4 اي وبي انابلاستيك زي ما احنا شايفين اهو، ما فيش ملهاش تي 1 ولا تي 2 ولا تي 3. يفضل عندك تي 4 اي وتي 4 بي، انترا ثيرويدال اكسترا ثيرويدال، يعني ايفن حتى لو هي انترا ثيرويدال ستيل تي 4 اي ما فيش تي 3. طيب طبعا هنا سيرفايكال ليمف نود اكستنشن الى اخره. بعد كده بقى الستيج جروبنج هو اللي مهم في حته الايج، يعني مش الستيج نفسه، انا ما ستيج جروبنج. يعني ستيج جروبنج يا جماعه يعني بجمع حاجات مع بعضها واقوم حاطط ستيج كلينيكالي او باثولوجيكال فاينل ستيج. يعني مثلا اقول ده ايه ستيج 1 او ستيج 2 او ستيج 3 خلاص، لكن ما اقولش لكن تي ان ام، اقول التي والان والام. طب الفاينل بقى ستيج جروبنج اجمع الحاجات دي مع بعضها في جدول كده بتلاقيه موجود في كل حاجه باثولوجيكال او كلينيكال الستيج واصله لغايه فين. طيب يبقى ده كده بس عشان نوريكم الفروع بتاعه الهيد اند ناك. طيب طبعا الاناتومي زي ما انا قلت مهم. الناس اللي ما بتعرفش الاناتومي والكلام ده ما بيعرفوش يكملوا في جود ديسكريبشن. طيب في عندنا طريقتين هنا لان احنا نشرح الهيد اند ناك. دي طريقة سيمبل قوي، انا هوريكم بس هنا ازاي مجمع الحاجات عشان تاخدوا بس فكرة عامة عن الليجنز. خلاص فهنا مثلا هنبدأ نقول مثلا النكسست هي الحاجات اللي ممكن تشوفها في النك على هيئة سيست. طبعا اشهر حاجة هي البرانكيال سيست. البرانكيال سيست مع انها كونجنتال لكن هي ما بتظهرش الا في ايج من 20 ل 40 سنة. ليه؟ على ما تبقى well developed وتبدأ تكون جواها secretions وتبدأ تظهر على هيئة ايه؟ ماس. خلاص؟ فيوجوالي هي lateral neck along sternomastoid muscle واللايننج بتاعها ممكن يكون أي حاجة من دول. خلاص؟ أهم شيء إنك تشوف فيها ايه؟ lymphoid tissue. خلاص؟ يبقى هي البرانكيال سيست أو برانكيال كليفت سيست. طب ليه جت منين كلمة برانكيال؟ اللي درس الامبريولوجي يعرف ان النك كانت متقسمه الى حلقات. خلاص الحلقات دي كلها كان اسمها برانكيال برانكيال ليش برانكيال سوري برانكيال كليفتس. خلاص فالبرانكيال ارياز دي كلها يا اما فيوزد لودة حاجه معينه. خلاص ودي من ضمن الحاجات اللي بنعرف بيها انه الانفيريور باراثايرويدز كان مكانهم فوق وبعدين اتغيروا ونزلوا تحت، واحيانا ينزلوا مع الثايمس تحت. تبص تلاقي عيان عنده هايبر باراثايرويدزم وانت مش لاقي الباراثايرويدز، عمال تعمل نيكس كان مش موجود، تطلع فين في الاخر؟ تطلع تحت خالص موجوده في الثايمس، نزلت لما الثايمس كانت فوق ونزلت نزلت معاه. خلاص فتيجي تبص تلاقي ثايمس موجوده تحت، اسف باراثايرويد موجوده تحت، واحيانا تيجي تبص تلاقي اكستنشن للثايرويد نفسها تنزل تحت وتعمل لك ريتروسترنال ايه جويتر. خلاص فده كله له ريليشن شيب مع البرانكيال ارش. برافو احمد صح، برانكيال ارشز تمام. طيب احيانا يحصل بقى فيوجن او بور فيوجن فيدي لك سيست. السيست دي بقى لايند يا اما بريسبيراتور لايننج او سكوماس لايننج على حسب
لكن اهم حاجه انك هتشوف فيها الليمفويد تيشو بهذا المنظر. خلاص هتشوف ايه بالظبط، شكل يشبه كتير قوي الوارثن تيومر، يعني شبه الوارثن تيومر لحد كبير. شوف ليمفويد تيشو بالمنظر ده، وشوف في عندك الايه اللايننج للسيست. طيب السيست الثانيه المشهوره هي الثايروجلوستال سيست. الثايروجلوستال سيست دي انك بتلاقي برضه في مشكله في انك تلاقي في كنال موجوده من البيز اوف ذا تانج وماشيه لغايه الايه الثايرويد. خلاص، وطبعا دي اثناء البلع ممكن تحرك الايه السيست، بتلاقي ما تتحرك مع البلع. خلاص، ثايروجلوستال سيست ده المكان بتاعها. طبعا العمليه اللي بتتعمل مشهوره اسمها سيست ترانك اوبريشن، بيشيل كل التراك ده ويشيل حته من الهايويد بون. خلاص، عشان كده بيجي لك حته هايويد بون مع التراك ده. ممكن تشوف فيه ثايرويد تيشو موجود، ممكن يطلع من الثايرويد تيشو ده ليجنز. خلاص، ثايرويد تيشو في بعضهم زي ما احنا شايفين اهو، بعض ثايرويد تيشو الى اخره. خلاص، نيكست كمان سيرفيكال ثايميك سيست الايننج كولومنر الى اخره، كونتين ثايميك تيشو. ثايميك تيشو هتبان ازاي؟ هتبان اللي هي الهسلز كورباسلز دي، اللي هي بتبقى كيراتين، ايه كيراتين كده حواليه ابيثيليال سيلز، وتلاقي في بقيه الليمفويد سيلز اللي هي بتكون يوزوالي تي سيلز. طيب بقيه النكسس في حاجه اسمها الرانيولا. الرانيولا دي جايه من الفروج، عامله زي الفروج. خلاص، لما الضفدعه بتيجي تعمل كده بالونه تنفخ الصوت بتاعها بتعمل بالونه، هي دي بيسموها الرانيولا، بتبقى بلو سيست. خلاص، مليانه فيها ميوكس من الداخل بتاعها، فادي منظر الايه الرانيولا. خلاص، عباره عن سودو سيست. سودو سيست يعني ملهاش لايننج. خلاص، سودو سيست يعني ما فيش فيها لايننج. امال ايه اللايننج؟ هيبقى ماكروفاج وهيستيوسايتس الى اخره، وفي ميوكس موجود في الداخل. طيب ايه كمان؟ سيستيك هيجروما. سيستيك هيجروما دي عباره عن ايه؟ عباره عن كافيرنس ليمفانجيوم. خلاص، طبعا دي بتكون موجوده في الاطفال في الاغلب اهي. خلاص، وتبقى عباره عن ليمفانجيوم عاديه خالص، يعني تلاقي فيه ليمفاتيك سبيسز كده ولايند باي اندثيلال سيلز، وتلاقي فيه ليمفويد تيشو او فات موجود في السبتا. خلاص، نيجي بقى بالحاجات المهمه جدا في الاورال كافيتي اللي هي تعتبر دنتال، يعني حاجات لها علاقه بالديفلوبمنت بتاع الاسنان والجم الى اخره. ففي عندنا الاودونتوجينيك سيست، اشهرها اللي هي الراديكولار او البيري ابيكال سيست. طب ايه علاقتها؟ علاقتها دايما ب نون فايتال او نون فايبل توث، يعني في سنه مش ميته نتيجه اللي هو بيسموه ايه اللي هو التسوس يعني. خلاص، يعني بتحصل في واحد مش في اطفال، ناس كبيره 20 ل 50 سنه، وبيكون نتيجه انه في سنه ميته. خلاص، ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان حصل فيها تسوس. خلاص، ادي شكل اللايننج بتاعها، بيكون هير بين شيبد راشتون بودز، دي اسمها الراشتون بودز اللي هي دي. خلاص، دي بتشوفها موجوده في السيست لايننج، هتشوف انفلاميشن موجود اهي، وهتشوف بعض اللايننج سكوماس ابيثيليان. فانت في عندك لاين باي نون كيراتينايزد سكوماس ابيثيليان زائد ميوكاس سيلز. خلاص، الوول هاز فايبروزز اند انفلاميشن زائد رياكشن الى كوليسترول كليفت. كوليسترول كليفت هتبقى نيدل شيبد كليفت كده، وحواليها ايه هيستيوسايتس. طيب في بقى الدنتجرس سيست، دنتجرس او فوليكولار سيست، دي اسوشيتد وذ ان ايربتد توث، يعني سنه ما طلعتش. خلاص، المفروض تطلع مكانها اتقفل خالص وعملت سيست ايه موجود. خلاص، طيب الايج طبعا يانجر عن اللي فاتت، دي مشهوره قوي، بتبقى موجوده مع الويزدم توث او سن ضرس العقل، وبتبقى لايند باي نون كيراتينايز سكوماس ابيثيليا، مش هيكون فيها انفلاميشن، هيكون فيها اسف انفلاميشن الى اخره حوالين من بره خالص، و الدايجنوز بتاعها كلينيكال. خلاص، يعني ايه كلينيكال؟ يعني هو يقول لي اصلا ان ده سيست حوالين ان ايربتد توث، هو هيدالي كده اصلا. خلاص، زي ما احنا شايفين اللايننج بتاعها سكوماس ابيثيليوم، في انفلاميشن بس قليل، مش هيكون زي اللي فاتت، يبقى مينلي كلينيكال دايجنوزيس. اودونتوجينيك سيست برضه هنشوف الاودونتوجينيك كيراتوسيست. خلاص،
دي ديفلوبمنتال سيستم. يعني ايه؟ يعني بتبقى موجوده في المانديبولر مولر ريجون لايند باي كاركترستيك 8 تو 10 سيل ثيك سكوموس ابيثيليوم وذ كوروجيتد باراكاريوتينايزد لير. هي دي كوروجيتد، يعني معوج او متجعد، ده المنظر بتاعه كده خلاص. يعني دي كاركترستيك بيزل سيلز ار كولومنر اند شو ريفيرسد بولاريتي. ريفيرسد بولاريتي اللي هي دي خلاص، يعني مديه منظر البيزالويد. طب يعني ايه ريفيرسد بولاريتي عامة؟ يعني انك تشوف النيوكلياي بدل ما هي موجودة تحت على البيز في العكس الناحية التانية خلاص. ودي بتشوفها كمان في الكرانيو فارنجيوم، تيجي تشوفها تلاقي برضه فيها ريفيرسد بولاريتي مش زي البيزل سيل كارسينوما. البيزل كارسينوما بتلاقي السيلز على البيزل، على البيزل لير خلاص. طيب بعد كده بقى في حاجات تانية لها علاقة بالجم، ادي بريفرال سيمنتو اوسيفاين فايبروم، دي هتلاقيها في الجم خلاص. associated with poor oral hygiene occur in the gum or dental ridge mucosa only. هذا المنظر بتاعها هتشوف عبارة عن إيه؟ عبارة عن منظر يشبه إلى حد كبير قوي الفايبرس ديسبليزيا الريجولار بون ترابيكولي، وحواليها جرانيشن تيشو لايك ارياز بالمنظر ده خلاص. في بقى البريفرال جاينت سيل جرانيلوما، في عندنا البريفرال وفي عندنا السنترال جاينت سيل جرانيلوما. البريفرال يعني هتبقى موجوده في المانديبول، اما السنترال موجوده في الميد لاين خلاص. ده الايش بتاعها رايزنج فروم بيري اودونتال ليجامنت سراوندنج روت اوف ذا توث خلاص، و لها علاقه بالجم او الدنتال ريدج. نفس المنظر اللي احنا شايفينه، بتلاقي عندك في جزء من السكوموس ابيثيليوم وتلاقي في عندك مالتيبل ايه جاينت سيلز. طبعا الديفرنشال دايجنوز بتاعها زي الهايبر باراثيرديزم او البراون تيومر، مهم جدا انك تعمل الباراثورمون ليفل برضو الى اخره. طيب جرانولار سيل تيومر اتكلمنا عنه قبل كده في البون، الايج اعلى شويه بيكون في ماتيور بون. بتشوف فوقه، اسف جرانولار سيل تيومر مش جرانولار سيل تيومر ده، اتكلمنا عنه قبل كده، قلنا ان من ضمن الحاجات اللي بسببها ناس حصل لهم هيميجلوسيكتومي، يعني شال لهم الطنج بسبب انه الباثولوجيست افتكر ان السودو ابيثيليوماتوس هايبر بليزيا هي عباره عن ويل ديفرنشيتد سكوماس الكارسينوم للاسف يعني. طيب ده بتكون سيفير جدا لدرجه انها ممكن تتشابه مع الويل ديفرنشيتد اس سي سي، بس انت لو بصيت تحت الليجن شوف المنظر عامل ازاي، بتشوف كرة النست، بتشوف شوف الفور داونورد بروليفريشن اوف ريتي ريدجز اهي نازله لتحت خالص، ممكن قوي قوي في لو كان في سمول بايوبسي ممكن تشخص منها سكواموس سيل كارسينوم سهله جدا يعني خلاص. طيب نبص هنا الاس 100 سترونجلي بوزيتيف اهو، يعني الجرانولار سيلز موجوده وسط الايه السب ابيثيليال تيشو. طيب الاميلوبلاستوما طبعا تشبه الى حد كبير الادمانتينوما، يعني الاميلوبلاستوما او الادمانتينوما نفس الشكل بالظبط، بس الادمانتينوما كنا اتكلمنا عنها في البون قبل كده في التيبيا، ده المكان الوحيد اللي ممكن تطلع فيه خلاص. اما الاميلوبلاستوما تطلع في الايه في المانديبول اهي، هتشوف نفس الكلام بالظبط، هتشوف عباره عن ايه، عباره عن ايلاندز اوف سكوموس ابيثيليوم اهي، وفيها طبعا حته ميكزويد في النص كده، وتلاقي فيه الريفيرس بولاريتي اهي موجوده زي ما قلنا الكرانيو فارنجيما نفس الشكل بالظبط خلاص. دي طالعه في البون، اما الكرانيو فارنجيما دي بتطلع من البيتوتري جلاند. طيب الفايبرس ديسبليزيا ده من الاماكن بتاعتها، ولو انتوا فاكرين قلنا كمان النون اوسيباين فايبروما بتطلع برضو في المندبول خلاص. فايبرس ديسبليزيا ممكن تبقى مونوستوتيك او بولي اوستوتيك اهي، شيلدرن ويانج ادلت ماكزيلا والماندبل نفس الكلام، تشاينيز للترز اللي احنا اتكلمنا عنه ميت، مفيش اوستوبلاستيك ريمينج، دي مهمه عشان هي تفرق بينها وبين الاوستيوفايبراس ديسبليزيا اللي فيها اوستيوبلاستيك ريمينج. فيروكاس فيروكيفورم زانتوما شبه شويه جرانولار سيل تيومر، بس الخلايا هنا بتبقى بدل ما هي لها جرانولار سيتوبلازم يبقى لها كلير سيتوبلازم خلاص.
لها علاقة بالتروما زي ما احنا شايفين، اورال سايت كافيتي اهو هذا المنظر. هتشوف هنا الخلايا لها فاكيوليتد سيتوبلازم، مش زي الجرانولار سيل تيومر. وممكن تشوف برضو زي ما احنا شايفين داون وورد بروليفريشن اوف ابيثيليوم شبه السوديو ابيثيليوماتوس هايبر بليزيا. الامالجم تاتو، طبعا الامالجم ده اللي هو الحشو نفسه بتاع الاسنان. خلاص احيانا يحصل فيه ايه بيجمنتيشن، ده ريليتد للحشو نفسها. خلاص ادي المنظر بتاعها هي، ممكن تشوف التاتو اهو منظر الايه بيجمنتد اريا تحت الابيثيليوم. من الاورال ليجنز اللايكن بلانس، لايكن بلانس ده بيجي في السكن، لكن برضه بيجي الاورال كافيتي، يعتبر بيحصل فيه نفس الحاجات اللي بتحصل في السكن. هتلاقي عنده في الاورال كافيتي وتلاقي عنده كمان في السكن لايكن بلانس. لايكن بلانس يعني كرونيك انفلاميشن، ويحصل فيه ثيكننج للسكوموس ميكوزا. و طبعا في منه هايبر، ده الهايبر بلاستيك ده الكومون، لكن ممكن يبقى في منه ايه اتروفيك. هتشوف في لايكينويد انفلاميشن. يعني ايه لايكينويد انفلاميشن؟ يعني في باند اوف كرونيك انفلاميشن تحت الميكوزا. هدي له سؤال how to diagnose granular cell tumor in a small biopsy، تعمل S100. دي من الحاجات المهمة، وما تستعجلش في الدايجنوزز بتاع السي سي، وتاخد بالك من الايج، لما يكون يونج ايج ما تشخصش بسهولة سكوماس كارسينوم. خلاص وما فيش اريتيشن، ما فيش عندك كرونيك اريتيشن. خلاص يبقى تاخد بالك، وما هوش سموكر مثلا ويانج ايج ما تشخصش اس سي سي، تاخد بالك كويس قوي وتعيد تفكيرك تاني وتطلب بيجر بايوبسي لو انت شاكك. خلاص الاس 100 مهم جدا، اي اول ما تشوف خلايا لها جرانولار سيتوبلازم على طول اعمل اس 100. خلاص يبقى اللايكن بلانس ده هنتكلم عنه في السكين ليجنز. اهم شيء انك بتشوف باند اوف كرونيك انفلاميشن اهو، ده اسمه لايكينويد انفلاميشن. لما تشوف باند كده اوف كرونيك انفلاميشن بدأت تتكلم على ايه، على لايكينويد ليجن. الميوكوسيل طبعا ده مجرد انك بتشوف برضه سودو سيست وموجود فيها ميوكس، مفيش حاجه تانية خالص. هتلاقي ممكن اللايننج تلاقي شويه ماكروفاش، ده انا نفس المنظر اهو، مش حاجه تانية غير ماكروفاج. طيب اورال جرانيلوماز، طبعا الجرانيلوما ممكن تيجي في الاورال كافيتي زيها زي اي مكان، بس نفتكر ان الجرانيلوماز دي بتعامل نفس معامله الجرانيلوما في اي مكان، يعني ممكن تكون انفكتيف جرانيلوماز او نون انفكتيف جرانيلوماز. طب ايه اخطر حاجه، اخطر حاجه اللي انت ما يجيبش ابدا تهملها وما تاخدش بالك منها، هي الفيجنرز جرانيلوماتوزز دي. خلاص دي هتكون معها فاسكولايتس، وعندها وعندك في مالتيبل جاينت سيلز، وفي تيشو ديستراكشن، وفي نكروزز. فطبعا ده ما يجيبش انك انت ما تشوفوش، يعني فيجنرز جرانيلوماتوزز دي مهمه جدا انك تعرف. التوبركلوزز طبعا معروف كازيتنج جرانيلوما، الساركويدوزز نون كازيتنج، الكرونز هيبقى زيه، صعب جدا تشخص كرونز من غير ما يكون في اذر ليجنز في الجي اي. الساركويدوز هتلاقي فيه ليمف نود انلارجمنت بالذات في الهايلر ليمف نود، فلازم تاخد بالك من الكلينيكال. توبركلوزز بيحصل في ايجز معينه ومور ان فيميلز، وطبعا في بعض السايتس او بعض الاماكن الجيوغرافيكال اللي فيها توبركلوزز. السيفلس ده ما عادش موجود خلاص، بس ناخد بالنا انه كميه البلازما سيلز اللي بتشوفها في الاورال كافيتي اكتر من اي مكان تاني ممكن تشوفها. فطبعا في ناس كتير قوي بتقعد تقول بلازما سايتوما، وهو اصلا كرونيك انفلاميشن. اي كرونيك انفلاميشن بيحصل في الاورال كافيتي بيبقى مليان بلازما سيلز، فما حدش يشوف بلازما سيلز ويقعد يفكر في الدرجه الرابعه من التفكير ويدخلنا في بلازما سايتوما ويدخلنا في سيفلس. ما عادش في سيفلس يا جماعه، سيفلس خلاص خلص. خلاص سيفلس ده حاجه هيستوريكال. الحاجه الثانيه بلازما سايتوما من غير ماس غلط، يعني واحد عنده انفلاميشن والراجل بيقول لك عنده وايت باتشز، طب انت تقول بلازما سايتوما، هو ما قالش ماس، كل الكلام على انفلاميشن. بلازما سايتوما دي ما نفكرش فيها الا يعني ما يكون الدنيا خلاص ايه قفل. والناس اللي بتعمل كابا ولمضه، اسف ما هوش الستينز دي ما عادش حد بيستخدمها نظرا لانها ديرتي ستين. يعني ايه ديرتي؟ يعني الباك جراوند بتاعها سيء جدا، الا اذا كانت هتتعمل كلين وتتعمل في اوتوميتد لاب. والحاجه الثانيه انها هتدي ديفرنس رهيب، يعني ايه؟ يعني شوف كابا بوزيتيف لامدا نيجاتيف، او العكس، او 4 الى 1 فما فوق، يعني 6 ل 1 4 الى 1.
لكن اذا شفت الاثنين متقاربين يبقى ديت ما لهاش لازمه خالص، الكافة واللامدا سلطان ما نسبتهم متقاربين 2 لواحد او 1 لاثنين، الكلام ده ما معهوش دايجنوستيك لاي نيوبلازم. خلاص طيب، دي مثلا دي طبعا ممكن تكون اي حاجه طبعا. خلاص طبعا الناس اللي بتقول ليبروسي ما عادش ليبروسي يا جماعه برضو خلاص ماشي، يعني اكستريملي رير يعني. طيب ليب بايوبسي فور جوجرين سيندروم، ايه هو الجوجرين سيندروم ده؟ اوتو اميون ديزيز بيبقى دايركتد انفلاميشن اجينست السليفري جلاندز. خلاص طب ده بقى سؤال اوتوميتد صح، تمام يا مارك، عشان كده احنا قلنا ما يعتمدش عليها قوي يعني، الا اذا كانت الحاجه الوحيده اللي قدامك يعني، او انت عايز يعني تريح ضميرك وتعمل كده بقى انظلم ده، لكن هو الحقيقه ما لهمش يوز يعني. طيب الجوجرين سندروم زي ما قلنا هو واحد عنده اوتو اميون ديزيز اجينست سليفري جلاند تيشو، خلاص فبقى عنده دراينس اوف ذا ماوث، فطبعا الاغلب انك انت بتعمل ماركرز يعني اوتو اميون ماركرز. خلاص ادي مثلا المنظر اهو، بتلاقي فيه اتاك للانفلاماتوري سيلز للسليفري جلاندز اهو، طبعا السليفري جلاندز موجوده في كل مكان، سواء مش بس ميجور ماينور، قلنا اي لايننج للاورال كافيتي هتلاقي فيه سليفري جلاندز. الفيجنرز جرانيلوماتوز لسه متكلمين عنها، قلنا اهميتها مهمه جدا، هي دي اللي بتاكل النيزل سيبتوم. خلاص نوز يعني الحاجات اللي بتاكل النيزل سيبتوم الفيجنرز جرانيلوماتوزز، والناس اللي بتشم الهيروين. خلاص يعني ما تلاقي نزل سبتم بيرفوريشن، فكر في الحاجتين دول. فادي عندك الايه، طبعا ممكن تحصل في اي مكان بقى، في الهيد اند نيك والاورال، عشان كده مهم جدا لما تشوف جرانيلوماز تفتكر الفيجنرز جرانيلوماتوزز دي. ايه الترياد؟ جرانيلوماتوز انفلاميشن فاسكولايتس لسه قايلينها، ونكروزز، دول الحاجات المهمه جدا لكن انت ما ينفعش تشخص من غيرها. طبعا اذا شفت حاجه زي كده تطلب الانكا على طول، انكا اللي هي انتي نيوكلير سيتوبلازميك انتي بوديز، في عندنا السي انكا والبي انكا، بي انكا يعني بيري نيوكلير، وسي يعني ايه سيتوبلازميك. خلاص تمام. طبعا ممكن يحصل انفولفمنت الكيدنيز لانها فاسكولايتس، هي ايه فاسكولايتس، ادي شكلها بيكون في نكروز اهو، ادي نكروزز وادي جاينت سيلز، وهتلاقي في بلاد فيزلز فيها فاسكولايتس اهي، بتاخد السمول والميديوم سايز بلاد فيزل. طيب نيجي بقى للسليفري جلاند ليجنز، طبعا في حاجه مشهوره اللي هي البناين لينفو بيثيليال سيست، هي نفسها اللي انت بتشوفها في النك، هي نفسها اللي ممكن تشوفها في السليفري جلاند. خلاص بناين لينفو بيثيليال سيست زي البرانكل، شكل البرانكل سيست بس في السليفري جلاند، بتكون يوني لوكلار يعني لها كافيتي واحد، وادي ويوني لاترال والى اخره، ليمف بيثيليال ايلاندز اهي ابسنت، يعني ادي السليفري جلاند تيشو، وادي في عندك ليمفويد تيشو واللايننج اهو، ممكن يكون سكويموس ابيثيليوم. خلاص طيب غير الوارفن، الوارفن بقى هتشوف ايه اونكوسيتيك ابيثيليوم، بدل ده هتشوف اونكوسيتيك، والوارفن ممكن يبقى بايلاترال، ممكن يبقى بايلاترال. خلاص طيب سيستيك سليفري جلاند ليجنز ايدز اسوشيتد ليمف ابيثيليال سيست، يعني نفس الليمف ابيثيليال سيست بس مع واحد عنده ايدز، هنا هتبقى مالتي لوكيوليتد، اللي ملهاش دعوه بالايدز تبقى مونو لوكيوليتد. خلاص ممكن تبقى بايلاترال لان لها علاقه بالليمفادينوباتي، وادي هي نفس الكلام بالظبط لكن مالتي لوكيوليتد. الوارفن تيومر لسه متكلمين عنه، بس الفرق انك هتشوف اونكوسيتيك تيومر، اونكوسيتيك ليجن او اسيد ابيثيليوم، فادي اونكوسيتيك كولومنر ابيثيليوم سراوندد باي ليمفويد تيشو. خلاص الايج اهو مالتي فوكال باي لاترال. خلاص طبعا الاف ان ايه سهل قوي، انك مجرد تشوف الاونكوسيتيك سيلز وتشوف ايه ليمفوسايتس كده خلصت تمام. طب ده يشبه ايه في الثايرويد؟ لو شفت اونكوسيتيك سيلز و الليمفويد سيلز بتتكلم على ايه؟ هاشيموتو، هاشيموتو ستيرودايتس. طب شفت اونكوستيك سيلز ما فيش ليمفويد سيلز، تبقى هيرثل سيل نيوبلازم. خلاص يبقى هيرثل سيل نيوبلازم. طيب ميمكس اوف وارفن تيومر،
اونكوستاتيك فاريانت اوف بي تي سي تكون ميتاستاتيك طبعا. اونكوستاتيك فاريانت اوف بي تي سي بابيلاري هيلث كارسينوما او الهيرتل سيل نيوبلازمز، ما هي نفس الكلام، كلها اونكوستاتيك سيلز. طب يعني ايه اونكوستاتيك؟ اونكوستاتيك يعني خلايا مليانه ميتوكوندريا. لما تكون مليانه ميتوكوندريا يبقى السيتوبلازم بتاعها جرانيولر ويبقى لونه احمر، يبقى احمر. وفي كمان ايه؟ طب الحمار ده كمان نتيجه ان في سموث اندوبلازمك ريتيكولوم عمال يطلع بروتينز كده قوي. خلاص؟ يبقى جرانولر ويزينوفيليك. اي حاجه اونكوسيتيك يعني لون السيتوبلازم احمر، عندنا حاجات كتير قوي، كتيره كتيره في الثيرويد، كتيره في ادي في السليفري اهوت، وفي كمان موجوده في الكيدني. خلاص؟ الخلايا بتبقى لونها احمر زي كل الاونكوسيتيك تيومرز اوف ذا كيدني، وطلع منهم دلوقتي نيو كلاسيفيكيشن، يعني طالع يمكن 6 انواع دلوقتي من الاونكوسيتيك تيومرز. فالاونكوسيتيك فاريانت اوف بي تي سي دي كمان من التيومرز اللي ممكن ما تلاقيش فيها الاتش بي ام اي 1 يكون بوزيتيف. الاتش بي ام اي 1 ده يونيفرسال ماركر للبي تي سي، لكن في الاونكوسيتيك فاريانت ما يبقاش بوزيتيف. خلاص؟ ده عشان يزودوا الصعوبه اكتر، ان انت لازم تشوف الاذر فيتشرز. طيب اونكوستاتيك فاريانت اوف بابيلاري ثايرويد كارسينوما ويز ليمفويد ستروما دي هتبقى شبه كتير قوي الوارثن تيومر. تمام؟ في كمان حاجه تانية صعبه اللي هي وارثن لايك ميوكو ابيدرمويد كارسينوما. ميوكو ابيدرمويد كارسينوما اوف ذا سليبري جلاندز في منها نوع بنسميه وارثن لايك. خلاص؟ في نفس الفيتشرز دي بس الخليه مالجنانت. طيب prominent lymphoid stroma prognosis the same as usual PTC. ادي شكلها، هتشوف بابيلي. خلاص؟ طبعا مش هتشوف ديت في الوارثن تيومر. الوارثن تيومر بيكون مجرد undulating layer of epithelium. طيب البناء salivary gland tumors في حاجه اسمها canalicular adenoma. canalicular adenoma يعني السيلز arranged in a in canalicular pattern، يعني النارو نارو لونجيتيودينال شانلز. خلاص؟ والسيلز موجوده فيها تو روز يعني اوف كولومنر سيلز. ادي منظرها اهي اللي هي بنسميها ايه؟ كاناليكولار. تلاقي في عندك او خطين من الخلايا عاملين ايه؟ كانال رفيعه كوميونيكيتنج وذ ايتش اذر. المايو ابيثيليوما، المايو ابيثيليوما ده بناين تيومر بيطلع من المايو ابيثيليال سيلز. طيب ده من الحاجات اللي هي يعني التيومر مينلي مكون من ماي ابيثيال سيلز اللي هي السبورتيف سيلز او اللي ساعات بنسميها البيزل لاير. خلاص؟ طيب ده ممكن يحصل كمان في اماكن تانية، يحصل في اماكن تانية زي ايه؟ في يحصل في البريست ماي ابيثيليوما. خلاص؟ وممكن يبقى بيناين يعني ماي ابيثيليوما، او يكون كومبايند مايو ابيثيليوما ادينوما، او يكون الاثنين مالجنانت يعني تو كومبوننتس مالجنانت، يعني ابيثيليال مايو ابيثيليال كارسينوم او مايو ابيثيليال كارسينوم. طب نعرفها ازاي؟ نعرفها بان احنا نصبغ البيزل ماركرز اللي هم زي اس 100 وزي الكالبونين وزي الاس ام اي الى اخره. خلاص؟ هتلاقي التيومر كله واخد ايه؟ ديفيوزلي بوزيتيف للماركرز دي. طيب يبقى المايو ابيثيليوما الباروتيد جلاند 40% يليها الهارد اند سوفت بالات يليها اذر ايه اذر ارياز. يبقى المايو ابيثيليوما دي بناين تيومر كومبوزد اوف شيتس او ايلاندز او كورز الى اخره ويز مايو ابيثيليال ديفرنشيشن. طب المايو ابيثيليال سيلز دي شكلها ايه؟ اولا المايو ابيثيليال سيلز ممكن تبقى بلازما سايتويد، ممكن تبقى سبندلد، وممكن تبقى ممكن تبقى سبندل، ممكن تبقى بلازما سايتويد، وممكن تبقى كلير سيل. دي الثلاثه فيتشرز اوف ماي ابيثيليال سيلز. ممكن الماي ابيثيليال تبقى بلازما سايتويد يعني نيوكلاس على وان سايد، او ممكن تبقى سبندل بس شورت سبندل والنيوكلاس تبقى اوفال، ما تبقاش ايه الونجيتد ولا حاجه، تبقى اوفال، او تبقى كلير سيلز. خلاص؟ ده شكل الايه الماي ابيثيليال سيلز هيستولوجيكالي، ثلاث اشكال. خلاص؟ طيب ادي مثلا منظر اهوت. طبعا المايو ابيثيليال سيلز ناخد بالنا هي الاوريجن بتاع الميكسد سليفري جلاند تيومر او البليمورفيك ادينوما اللي هي الكومونست بناين تيومر اوف سليفري جلاندز. يعني احنا مثلا لو جينا نقول البناين سليفري جلاندز تيومر
نقول commonest benign salivary gland tumor is polymorphic adenoma أو mixed salivary gland tumor. فده مثل قد إيه؟ 80%. طيب 80% of benign salivary gland tumors occur in the parotid، عشان كده في عندنا rule of 80. rule of 80 ده موجود في الايه، في السليفر جلاند. يبقى احنا في عندنا طيب ده شكل التيومر اهوت، شكل سيلز عباره عن ممكن تبقى شيتس او كوردز او الاخر، بس خلايا بلاند لوكينج. يعني ايه بلاند؟ يعني بناين لوكينج، يعني الخلايا شكل بعضه قد بعض الى اخره. طيب السكند بقى بعد المايوبيثيليوم عندنا الاونكوسايتوما. الاونكوسايتوما برضو خلايا هتبقى لونها احمر، اهي مفيش حاجه خالص غير انك انت بتشوف ايه، خلايا لونها احمر، هي دي الاونكوسايتس. نفس الخلايا اللي عامله لايننج للورثن تيومر، هي نفسها ممكن تعمل تيومر كامل على بعضها خلاص، هي ممكن تبقى كوردز او اسايناي الى اخره، لكن الخلايا بلاند لوكينج، النيوكلاي قد بعضه وشكل بعض، سيتوبلازم احمر وجرانولار. نيجي بقى المالجنانت، قلناها لسه من شويه، ابيثيليال مايوبيثيليال كارسينوما، يعني جزء منها حصل له ديفرنشيشن للابيثيليوم يعمل اسايناي وجلانز الى اخره، وجزء تاني مايوبيثيليال يعني يعمل كوردز ويعمل بس شكل الخلايا مختلف خلاص. لوبيوليتد جروث باترن، داكت ستراكشر، هتلاقي فيه داكت وهتلاقي اي زي دي مثلا داكت ستراكشرز كده، وتلاقي فيه كوردز وسيلز وذ كلير سيتوبلازم، دي مايوبيثيليال سيلز ودي ابيثيليال سيلز خلاص. في بقى تيومر من الحاجات المشهورة قوي اسمه بوليمورفس لو جريد ادينو كارسينوم. هو هنا اسمه بوليمورفس، الناس تفتكر ان هو بوليمورفيك يعني انه الخلايا اجريسيف، لا الخلايا شكلها بلاند جدا، بس بوليمورفس من ناحية تكوين الاستراكشرز بتاعت التيومر، يعني ممكن تلاقي فيه كوردز وتلاقي فيه اسيناي وتلاقي فيه، عشان كده بيسموها هيستولوجيكال دايفرسيتي، يعني بولي يعني عديد، غير بيليومورفيك. بيليومورفيك يعني في بيليومورفيزم، يعني الخلايا شكل واحد نوع واحد بس احجام واشكال مختلفة، يعني هايلي مالجنان. اما بوليمورفيك يعني اشكال مختلفة، الاشكال نفسها هي المختلفة خلاص. وكنا زمان لو حد حضر محاضرات الليمفوما كنا بنقول انه التي سيل ليمفوما كاركترايزد باي بوليمورفيزم اند بليومورفيزم. يعني ايه؟ بوليمورفس يعني هتلاقي فيه مثلا ايزينوفيلز، وتلاقي فيه ليمفوسايتس، وتلاقي فيه بلازما سيلز، وتلاقي هيستيوسايتس خلاص. ده جاي منين؟ ان التي سيلز اصلا الهدف بتاعها هي ريكروتر. يعني ريكروتر يعني ايه؟ يعني بتجيب خلايا تانية او بتوظف الخلايا، عشان كده في عندنا التي هيلبر سيلز بتفرز سايتوكاينز او بتعمل اتراكشن للاذر سيلز، فمسميها بوليمورفس خلاص. كمان بليومورفيك هتلاقي فيه دايما سمول وميديوم سايزد ولارج سيلز، تلاقي فيه الثلاث ايه، الثلاثه سبيكترم من الخلايا دول، يبقى حتى في الشكل او في النوع الواحد تلاقي فيه ايه، احجام مختلفه. يبقى بوليمورفيك اند بليومورفيك هي التي سيل لينفوما، البريفرال تي سيل لينفوما كاركترايزد باي بينج بليومورفيك اند بوليمورفيك. يبقى هنا كلمه بوليمورفس يعني بياخد اشكال مختلفه كثيره قوي. طيب بنعرف من انه مالجنانت انه انفلتراتيف جروث. طب يعني ايه؟ زي ايه؟ زي تارجيتويد سبريد. تارجيتويد يعني ايه؟ يعني بيعمل زي الهدف، شكل الهدف، شكل الايه؟ الدوائر بتاعت لما تيجي ترمي سهم بترميه داخل ايه؟ مجموعه دوائر كده، هو ده اسمه التارجت او التارجت. فتارجيتويد يعني هتلاقي ايه؟ المالجنانت سيلز بتلف حوالين بلاد فيزل. ده نفس المنظر اللي بتشوفه في البريست في اللوبيولار كارسينوم، لها بتلف حوالين الضغط خلاص، بتدي برضه تارجيتويد ابيرنس. يبقى تارجيتويد حوالين النيرفز او البلاد فيزلز، بتعمل بون انفيجن ونيرف انفيجن الى اخره خلاص. يبقى هي برغم انها شكل الخلايا اهو، اسمحنا شايفين كده شو المنظر عامل ازاي، فيري بلاند خلاص، لكن بتلاقيها دايما تعمل ايه، انفلتريشن للتشو. طيب من الحاجات المالجنانت برضو هو السليبري داكت كارسينوما. سليبري داكت كارسينوما دي كمان ممكن تشبه الى حد كبير الدي سي اي اس، الهاي جريد دي سي اي اس خلاص، ونفتكر انه الهاي جريد دي سي اي اس بيكون فيها كوميدو نكروزز، دي برضو بيكون فيها كوميدو نكروزز خلاص. مين كمان ممكن يدي كوميدو نكروزز كارسينوما؟
الجليسون 5 في البروستات كانسر دي برضه فيها نفس كوميدونوكروز. خلاص يبقى عندك 3 اشكال هم شبه بعض، اللي هم السليفري داكت كارسينوما والدي سي اس هاي جريد في البريست والكوميدونيكروزز اللي انت بتشوفه في الباترن 5 او الجليسون 5 او سكور 5 في البروستاتيك كارسينوما، تشوف نفس الشكل بالظبط هو ده. خلاص طيب ادي المنظر بتاعه كانك بتتفرج على ايه، على دي سي اي اس بالظبط كده. خلاص طيب طبعا بقى من الحاجات المالجنانت، بس ده بقى من الحاجات الكومون، يعني اللي فات ده كله مش كومون قوي زي ده. الادينويد سيستيك كارسينوما ده فيري كومون. الادينويد سيستيك هتشوف الباترن ده كانك بالظبط في البريست، في البريست بتتفرج على دي سي اي اس برضه، بس الدي سي اي اس لو جريد. خلاص فبتشوف ادينويد سيستيك، يعني بتشوف تو تايبس اوف سيلز، في عندنا سيلز موجوده هنا خلاص وفي سيلز موجوده بره خالص. يبقى ducts and tubules lined by inner epithelial cells outside of which are modified myoepithelial cells, two types of cells. خلاص؟ مين اللي هي low grade بس بيعمل infiltration للنيرفز على طول. الاسينيك سيل كارسينوما دي بالظبط شبه الاسينيك سيل كارسينوما of the pancreas، شبه بعض جدا. خلاص؟ وهنا لو ما عرفتش ان ده تيومر، يعني ممكن تتلخبط تفتكر ان هو نورمال ستراكشرز زي بالظبط البنكرياس. لو ما عرفتش ان ده تيومر، لو ما جالكش اصلا داتا ان هو تيومر، ممكن تفتكره ان هو اصلا نورمال اساينال. خلاص يبقى الاسينيك سيل كارسينوما دي برغم انها يعني مالجنان تيومر، لكن احيانا بتشبه الى حد كبير النورمال سليفر جلاند تيشو. في المنظر عامل ازاي؟ كانك بتتفرج على نورمال سليفر جلاند تيشو. خلاص يبقى يعني دي من الحاجات اللي هي very challenging. طبعا لو جالك الكلام ده سيتولوجي ممكن يبقى كيلر يعني. خلاص عشان كده لازم تاخد بالك ان انت هل جاي لك من ماس ولا inflamed tissue. هل الراديولوجي مهم جدا انك يقول لك ده localized ماس او في ماس موجوده عامله infiltration، غير لما يقول لك ان في diffuse enlargement of the salivary gland tissue، دي حاجه ودي حاجه تانيه خالص. تمام؟ ليه؟ لان انت المنظر هو كأنك بتتفرج على نورمال سالبري جلاند تيشو. خلاص طبعا في اشكال منها، لكن هو ده الكومونست اللي هو بيشبه الى حد كبير. طبعا ده شكل تاني اهو، الخلايا فيري بلاند الساتو فين بقى هنا. طبعا عشان تيجي تتكلم على انكريز نيوكليير سيتوبلازم كريشيو ما ينفعش، مفيش. خلاص عندك النيوكليس هي صغيره وسيتوبلازم كبير، اصلا هتقول انكريز نيوكليير سيتوبلازم كريشيو ازاي؟ ما ينفعش. خلاص هنا بتتكلم على الانفيجن اوف ذا سراوندنج. خلاص وهنا احيانا التماثل. طب ايه اللي يفرق قوي ويخليك تعرف ان ده تيومر ماهوش نورمال؟ انك مش هتلاقي ضغط، هتلاقي اسينات من غير ضغط. خلاص ده اهم فرق، فرق اهم جدا جدا، انك انت مش هتلاقي اصلا ضغط سيستم مش موجوده، وانما مجرد اسيناي لازقه في بعضها. تمام؟ السريبرال جلاند تيشو لازم يكون فيه نورمال، لازم يكون فيه ضغط سيستم. طيب شوف اشكال كتيره اهيت، طبعا فيري بلاند لوكينج، فيري تشالنجينج في السيتولوجي، ممكن تدي منظر بابيلاري ستراكشرز اهي، ممكن تدي المنظر. طبعا هنا واضح الانفيجن، يعني هو اللي هيعرفك ان ده مالجنانت هو الانفيجن ده. خلاص طيب مش هناخد كتير عشان بس الموضوع صعب في اوله. المالجنان سليفري جلاند تيومرز طبعا ده المفروض كنا نعرفه بعد ما نعرف البيليمورفيك ادينوم. البيليمورفيك ادينوما دي عباره عن ايه؟ عباره عن بناين تيومر بيطلع من المايو ابيثيليال سيلز، لكن بيحصل لها ديفرنشيشن الى انواع تشبه الميزينكيمال تيشو. هو بيقول انها كلها ميتابلاستيك. يعني ايه؟ يعني انت بتشوف كارتليج بس ده مش حقيقي، ده ميتابلاستيك كارتليج. يعني ايه ميتابلاستيك؟ يعني هو ابيثيليال تيشو طالع من ايبيثيليوم، ماهوش ميزينكيمال في حقيقته. بس طبعا احنا الشكل اللي بنشوفه تحت الميكروسكوب اكزاكتلي هو زي الكارتلج. ممكن تشوف بون، ممكن تشوف سكوماس ايبيثيليوم عادي خالص، يقول لك لا ده كله طالع من مايو ايبيثيليال سيلز. عشان كده المايو ايبيثيليال سيلز من الخلايا اللي عندها القدره على التغير بطريقه كبيره جدا، زيها زي المايو فايبروبلاست، زيها زي البيريسايت اوف بلاد فيزلز. خلاص دي خلايا يعني تعتبر ستيم سيلز، كانها بالظبط ستيم سيلز،
عندها القدرة على التغير والتبدل، لأنها ممكن تدي أشكال مختلفة من الأنسجة. خلاص، فالبيليمورفيك أدينوما، قبل ما نقول الكارسينوما إكس بيليمورفيك، البيليمورفيك أدينوما هو كومونست بيناين تيومر، هو نفسه البيناين ميكسد سليفري جلاند تيومر، وله سكين كاونتر بارت هو برضه بيناين ميكسد تيومر اوف ذا سكين، هو نفس الشكل اكزاكتلي بتاع البليمورفيك ادينوما، بيطلع في السكين. خلاص، طيب البليمورفيك ادينوما بتفضل هي بيناين تيومر، لكن من الحاجات اللي لها حاجه مختلفه خالص عن بقيه البيناين تيومرز، وهي ايه؟ هو انه الكبسول بتاعته ديفيشنت. يعني ايه ديفيشنت؟ يعني المفروض التيومر البناين يبقى ويل كابسوليتد او ويل انكابسوليتد، او بالظبط كوندرويد سرجوما ده اسم من الاسماء، هو نفسه البناين ميكسد ساليفا ميكسد تيومر اوف ذا سكين. التيومر ده اللي هو البليمورفيك ادينوما بيبقى له ديفيشنت كبسول. يعني ايه؟ يعني تلاقي التيومر ويل سيركمسكرايب، لكن في حتت بدأ يطلع بره الكبسول، يطلع. عشان كده لما بيجي الجراح يشيله احيانا بيسيب وراه حتت، فيقوم يحصل ريكارنس، كل شويه يحصل ريكارنس لغايه لما في الاخر يتحول لمالجنان تيوب. في كل ريكارنس بيحصل بيزيد فرصه تحوله الى مالجنان تيومر، لغايه لما يتحول الى ما نسميه كارسينوما اكس بليومورفيك. يعني هو كان بوليمورفيك ادينوما وبعدين تحول جزء منه الى مالجنانت تيومر. خلاص، طيب ده واحد. لكن في نوع تاني بيبقى بوليمورفيك كارسينوم فروم ذا ستارت، هو اصلا مالجنانت، في نوع كده. خلاص، لكن الاغلب انه بيتحول بعد فتره من الريكورنسز الى ايه؟ الى مالجنانت. طيب ادي الفاريانس بتاعته، ان يكون مش انفيزيف، يعني انت شايف مالجنان تيومر بس مازال جوه البناين نفسه، او مينيمالي انفيزيف يعني طلع بره بس مش اكتر من 1.5 مللي، او انفيزيف يعني طلع اكتر من 1.5 مللي وعمل بنتريشن. خلاص، طيب المالجنان كومبوننت ممكن تبقى اي حاجه. خلاص، يعني ممكن تبقى اي حاجه من انواع الايه الكارسينوم، ممكن تبقى سكوما سيل كارسينوم عادي خالص. ده بيحصل فين كمان؟ بيحصل في التراتوما. يعني التراتوما ممكن جزء منها يحصل له سوماتيك ميوتيشن، وتيجي تبص تلاقي ايه طلع سكوما سيل كارسينوما اون توب اوف تيراتوم، بتحصل. خلاص، لو تحول جزء منه اللي هو الكارسينوميتس والجزء الميزينكمال او ميزينكمال لايك اللي بيحصل له ميتاستاسيس فقط هو الكارسينوميتس. طيب ده عكس مين؟ عكس الفلودس تيومر. الفلودس تيومر المالجنانت لما يحصل ميتاستاس بيحصل من الميزينكمال كومبوننت. يعني ايه؟ تيجي تبص تلاقي مثلا سبيندل سيل كارسينوما في اللنج، اسف ساركوما في اللنج، ساركوما يعني الساركوماتاس كومبوننت هي اللي بيحصل لها ميتاستاس. اما هنا بالعكس الكارسينوماتاس كومبوننت بس هي اللي بيحصل لها ايه؟ ميتاستاس. يبقى نفتكر ان ده عكس بالظبط الفلودس تيوبر. ادي منظر المالجنس. طبعا هنا حصل انفيجن اهو، ابتدى يحصل انفيجن لسه الراوندنج تيجو، وطبعا ممكن يحصل منه ممكن يبقى ابيثيليال مايو ابيثيليال كارسينوما، لان احنا قلنا اصلا التيومر ده اساسه مايو ابيثيليال سيل. طيب ده بقى اللي احنا بنتكلم عنه، انه طالع من الاصل مالجنانت. يعني التو كومبوننتس اللي فيه اللي هم الميزينكمال كومبوننت والابيثيليال الاثنين مالجنانت، يبقى كارسينوساركوم. يبقى في فرق بين كارسينوما اكس بليمورفيك ادينوما، يعني كانت بليمورفيك ادينوما وتحولت، او ان هو من الاصل ايه التو كومبوننتس اللي فيه مالجنا، تبقى كارسينو ساركوما. خلاص، يعني مثلا ممكن دي مثلا زي كوندرو ساركوما هي موجوده. خلاص، هنقف عند دي خلاص، نكتفي بهذا القدر في السليفر جلاند تيومرز. اللي انا عايزكم تقروه حاليا هو نخش على الجزء بتاع التي ان ام، نقراه، نخش على الكانسر داتا سيتس اللي موجوده في الرويال كوليدج اوف باثولوجيست. خلاص، وان شاء الله نكمل بعد كده ونتكلم على الكتب ونكمل بقيه التيومرز. طبعا لسه قدامنا وقت طويل قوي على ما نخلص الهيد اند نيك تيومرز. حد له سؤال؟ طيب تمام، يلا تصبحوا على خير. السلام عليكم.